معايا عبر الهاتف الكابتن عيد مرزيق المدير الفني لفريق مصر المقاصه. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور، بهنيك على الاداء النهارده سواء على مستوى الخطه او على مستوى اللاعبين بصراحه رغم الخساره من الاهلي. اول حاجه انا بشكر حضرتك لكلامك كابتن كريم، طبعا حاجه نعتز بيها، وحضرتك بتتكلم عن مقاصه بشكل كويس، فبنشكر حضرتك على كلامك الجميل. يعني انا بشكرك ليه يا فندم؟ عشان انا عارف في الظروف اللي فيها مصر المقاصه، وعارف انه في فرق اكيد في الامكانيات بين مصر المقاصه والنادي الاهلي، ورغم كده انت النهارده لعبت مباراه محترمه جدا بحدود الامكانيات ديت، وكنت ممكن تحرج الاهلي وتتعادل معاه على الاقل. اكيد طبعا احنا بنلعب نادي الاهلي نادي كبير او نادي الزمالك، طبعا احنا قعدنا نتكلم مع اللعيبه في المباراه، ماتش الاهلي ليه حسابات خاصه. اول حاجه طبعا لازم ينسوا ان احنا في المركز الاخير، احنا نادي المقاصه نادي كان كبير، كان حاصل على المركز الثاني قبل كده، لعب قبل كده افريقيا، وقعدنا نتكلم مع اللعيبه نحفزها معنويا، معانا لعيبه صغيره بنحاول ندخلها بشكل كويس، حاجات كتيره كانت ممكن تتم في المرحله اللي احنا بنشتغل عليها يا كابتن كريم. ان احنا النهارده يبقى احنا استفدنا استفاده كبيره جدا من بعض اللعيبه الصغيره، لو احنا حتى ما نجحناش في المباراه يبقى ادائنا كويس وشكلنا كويس، اللعيبه الصغيره بقى دخلت الجيم بشكل كويس، يبقى احنا كسبنا كمان لعيبه، فدي برده حاجات برده من 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 التفاصيل اللي احنا دايما بنشتغل عليها. صحيح، النهارده كنت قريب جدا بعد هدف النادي الاهلي تحديدا في الشوط الثاني انك تسجل هدف التعادل، وكان واضح من تغييراتك كمان انك حاولت تشتغل فنيا وتكتيكيا وتغير طريقه اللعب عشان تزود المهاجمين، وشفتك في اللحظات الاخيره حتى بتضغط عالي كتير على النادي الاهلي. اكيد احنا بدانا من البدايه طبعا، وانا كلمت اللعيبه، مش انا بقول لك كلام انشا ولا انا كلمت اللعيبه، وحضرتك طبعا اعلام كبير وعارف انا لو استنيت النادي الاهلي في نص ملعبي هخسر. صح. فانا اشتغلت ان اللعيبه ان احنا لازم نضغط من اول دقيقه، نضغط ضغط عالي، وبعد كده الضغط المتوسط، الضغط العالي طبعا بيبقى على فترات، لكن الضغط المتوسط بيبقى دايما، يعني من بعد الثلث الثاني بنقدر نقف بشكل كويس، يعني ده مسمى الضغط المتوسط يعني. فاحنا اشتغلنا بالشكل ده بشكل كويس، لعيبه بدات من اول دقيقه، هشام راح بالكره من البدايه، حسسنا النادي الاهلي ان احنا موجودين، اشتغلنا بشكل كويس، واللعيبه ادت اللي عليها، كان في فرصتين ايا كان ان هم يعني اوف سايد، لكن الحمد لله اللعيبه ادت اللي عليها بظل الامكانيات اللي موجوده، لكن انا ليا برضه يعني كابتن محمود ناجي كان لازم يرجع في كورتين للبار، يعني انا ليا ضربه جزاء وليا واحده طرد، يعني في طرد واضح يعني، لكن هو الحمد لله يعني مش عايزين نتكلم على التحكيم، التحكيم في ناس كتير ممكن تحلل الاداء لان الماتش كبير بيخص انديه كبيره كمان، يعني موضوع الفير بلاي ده هيبقى لازم يبقى موجود، يعني هو هيبقى معانا بعد لحظات الكابتن جهاد جريشه، اسمع رايه برضو في حالات اليوم. يا ريت الكابتن جهاد من الحكام الافاضل اللي هو عنده مصداقيه بكلامه بصراحه. صحيح. طيب كابتن عيد، لما النهارده سواريش المدير الفني للنادي الاهلي بدا يعمل تغييرات من اللعيبه اللي عندهم خبرات زي علي معلول، حمدي فتحي، محمد هاني، حسيت في اللحظه دي انه الاهلي بدا يبقى عنده حرص من مصر المقاصه، فكان عندك تحول هجومي اكتر وحبيت تستغل القلق ده؟ اكيد انا اشتغلت طبعا، انا ما فكرتش في ان هو ينزل مين، هو نزل عشان يقلل الحته الهجوميه اللي احنا عاملينها. هو نزل عشان يبقى يتقل على الكوره كتير في 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 الرجل، فابتدى ينزل علي معلول، ابتدى ينزل حمدي فتحي يقف على الكوره النهارده، عشان حضرتك تبقى عارف ان النهارده تغييراته دفاعيه مش هجوميه، النهارده حمدي فتحي ديفندر مدافع، علي معلول باك ليفت، فالنهارده هو مش منزل فيرويد عشان النهارده يقدر يهاجم المقاصه، لا هو النهارده بينزل عشان يقلل الخطوره شويه، لكن ما كانش عندي مشكله خالص، انا نزلت محمد مسعد برده بشكل كويس وادى اداء كويس. صحيح. النهارده نزلنا ايفري برده فيرويد ادى اداء كويس، الناس اشتغلنا بشكل كويس يعني. صحيح. مصر المقاصة بقى بشكل عام يا فندم، خلاص كده الامور بالنسبه له صعبه ولا انتوا لسه عندكم امل؟ هو طبعا نتكلم في في, في على الورق لسه الامال موجوده، وطالما في امل حتى لو 1% مفيش مستحيل، لكن الدنيا صعبه، عارفين ان احنا الدنيا صعبه. بنشتغل على السيناريو ده، بنشتغل على السيناريو دوت مع المجلس الاداره. بنشتغل على ممكن الظروف ما ساعدناش، ابتدينا فعلا ان احنا نشتغل ان الظروف ما ساعدناش، اتكلمنا مع الحاج وليد هويدي ان النهارده كان احنا بنمر بازمه ماليه، النهارده الراجل قال لك هيوفر ان شاء الله المرحله الجايه الحته الماليه، ان المقاصه لو ما حصلش نصيبه هو قاعد في الدوري السنه دي ان شاء الله يرجع للدوري بشكل ان شاء الله يليق بيه الموسم اللي بعد كده ان شاء الله. كابتن عيد مرزيق المدير الفني لفريق مصر المقاصه، انا بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما قلت لك انا بهنيك على المستوى النهارده، مستوى امام النادي الاهلي رغم الهزيمه بهدف اليو ديانج.